الدفاع تنعى كوكبة من الشهداء بتعرض إرهابي بين محافظتي صلاح الدين وديالى، والسيد الحكيم يدعو إلى تعزيز القوات المرابطة والجهد الاستخباراتي. استجابة لدعوة السيد الحكيم، السادة وشيوخ وأمراء عشائر ميسان يوقعون على وثيقة السلم المجتمعي لفض النزاعات العشائرية وحصر السلاح بيد الدولة. السبت المقبل موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وتقدم تقرب المسافات وترشح المشهدان لشغل المنصب. لأول مرة 8 ملايين طن من الحنطة تملأ مخازن التجارة وتصدير المحاصيل وجهة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. نعت وزارة الدفاع ضابطا وعددا من منتسبي الجيش العراقي في تعرض إرهابي لفلول داعش الإرهابي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وقالت الدفاع في بيان إنها تنعى فقيدها الشهيد العقيد الركن خالد ناجي والساك آمر الفوج الثاني لواء المشاة 93 فرقة المشاة 21، والذي استشهد مع عدد من مقاتلي الفوج أثناء تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إلى معالجة الخرق الأمني الذي استهدف القوات الأمنية مساء أمس بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وقال السيد الحكيم في بيان إن الخرق الأمني هذا يتطلب تعزيز القوات المرابطة والجهد الاستخباراتي للقضاء على هذه الجيوب والخلايا التي تسعى لضرب الاستقرار الأمني الذي تشهده عموم البلاد، سائلا المولى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان. استجابة لمبادرة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، أعلن شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ميسان توقيع وثيقة السلم المجتمعي. وجاء في نص الوثيقة أنه انطلاقا من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، واستجابة لمبادرة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال زيارته إلى محافظة ميسان، أعلن السادة وشيوخ عشائر المحافظة التوقيع على وثيقة تتضمن حصر السلاح بيد الدولة وعدم استخدامه في النزاعات العشائرية وحماية المستثمرين وعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومحاربة المخدرات ودعم الأجهزة الأمنية كذلك. وجرت عملية التوقيع بحضور محافظ ميسان ورئيس مجلس المحافظة. وثيقة السلم المجتمعي التي وقع عليها سادة وشيوخ عشائر محافظة ميسان وبحضور الحكومة المحلية تضمن عدد من البنود. البند الأول هو حصر السلاح بيد الدولة وعدم استخدامه في المنازعات العشائرية والاحتكام للقانون والأعراف العشائرية في حل النزاعات. ثانيا، حماية المستثمرين وعدم السماح بالتعرض لمنشآتهم وممتلكاتهم أو ابتزازهم تحت أي عنوان كان، وخلق بيئة استثمار آمنة لتوفير فرص العمل المنشودة لأبناء المحافظة. ثالثا، عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات كافة. أما رابعا، محاربة تجارة المخدرات ومتعاطيها والتبرؤ ممن يتعامل بهذه السموم. خامسا، دعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة ميسان. هذا وتلا جعفر هاتو الموسوي مدير شؤون العشائر بيان وثيقة السلم المجتمعي، حيث طالب شيوخ وعشائر محافظة ميسان المحافظة بتشكيل لجان من أجل متابعة الوثيقة وتنفيذها على أرض الواقع. الوثيقة التي جاءت استجابة لدعوة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم. انطلاقا من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية
ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، واستجابة لمبادرة سماحة السيد عمار الحكيم دامت بركاته خلال زيارته الأخيرة لمحافظة ميسان الجهاد والتضحية. نحن سادة وشيوخ عشائر محافظة ميسان نؤيد ونوقع على ما يلي. أولا احنا ندعو السيد محافظ ميسان المحترم بتشكيل لجان يعني حول هذه المبادرة لغرض يعني الاهتمام بها والتمسك بذلك. أولا حصر السلاح بيد الدولة وعدم استخدامه في النزاعات العشائرية والاحتكام للقانون والأعراف العشائرية في حل النزاعات. ثانيا حماية المستثمرين وعدم السماح بالتعرض لمنشآتهم وممتلكاتهم أو ابتزازهم تحت أي عنوان كان، وخلق بيئة استثمار آمنة لتوفير فرص العمل المنشودة لأبناء المحافظة. ثالثا عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات كافة. وكان مجلس محافظة ميسان صوت على وثيقة السلم المجتمعي التي وقعها شيوخ عشائر ميسان من أجل حصر السلاح بيد الدولة. الوثيقة التي وقع عليها سادة وشيوخ عشائر ميسان صوت عليها مجلس المحافظة بالإجماع. الوثيقة هي مبادرة أطلقها رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال زيارته إلى المحافظة، وبين أن النزاعات العشائرية تمثل إحراجا للجميع ولا تتناسب مع عمق وتاريخ وانتماء أتباع أهل البيت عليهم السلام. النزاعات العشائرية هي جرائم قتل باسم الثائر تهدد السلم المجتمعي، تكثر في جنوب العراق وتخلف سنويا عددا من القتلى والجرحى. الأمر الذي دعا سماحة السيد الحكيم شيوخ العشائر إلى توقيع وثيقة لحصر السلاح بيد الدولة. المزيد في تقرير الزميل أحمد الزيدي. مئات القتلى والجرحى وعشرات الأسر المهجرة من مناطق سكناهم وأراض وبيوت مهجورة نتيجة صراعات العشائرية التي تحدث بين الحين والآخر في المحافظات العراقية المختلفة. جرائم قتل باسم الثأر والعصبية القبلية والأحقاد الشخصية، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي في البلاد. بدأت الحفلة يا ولد. بدأت الحفلة. شلون 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 عليهم شلون؟ تتفاقم الصراعات والنزاعات مع وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بيد المدنيين، حيث وصل عدد النزاعات العشائرية في بداية العام الحالي إلى أكثر من 400 نزاع مسلح معظمها في جنوبي البلاد. هذا الأمر يجعل الأجهزة الأمنية في تحد مستمر لفض النزاعات، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء من أبناء المؤسسة الأمنية، آخرها استشهاد مدير الاستخبارات في محافظة ذي قار، رغم الدعوات المستمرة وتدخلات المرجعية العليا في النجف الأشرف لإيقاف نزيف الدم. هذا الخطر الكبير الذي يهدد السلم المجتمعي في المحافظات الجنوبية دعا السيد الحكيم خلال زيارته إلى محافظة ميسان شيوخ العشائر فيها إلى إطلاق مبادرة بتوقيع وثيقة عشائرية لفض الاختلافات والنزاعات. إذا شيوخ وعية القوم في ميسان اجتمعوا والسادة ووقعوا وثيقة بموجبها يمنعون استخدام طلقة في خلاف مع الأهل، الطلقة للعدو للإرهاب الداعش مو للأهل، كونوا على ثقة. هاي الوثيقة راح يتلقفوها إخوانكم الشيوخ في المحافظات الأخرى. ونتيجة لتفاقم الخطر المجتمعي، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان عن تشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية في المحافظة برئاسة المحافظ، الأمر الذي يدعو باقي المحافظات لاتخاذ إجراءات مماثلة لإيقاف جرائم القتل التي تحدث باسم العشيرة والثأر.
لقناة الفرات أحمد الزيدي. وفي كلمة له بتجمع عشائري خلال زيارته الأخيرة لميسان، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إلى توقيع وثيقة عشائرية لإنهاء النزاعات العشائرية المسلحة. عشائر تختلف مع بعضها فتروح إلى حمل السلاح بوجه بعضنا البعض، حل النزاعات بطريقة مسلحة، وهذه واحدة من القضايا اللي احنا جدا محرجين منها كلنا، لا تليق بينا، ما تليق بتاريخنا، ما تليق بهذا النسيج القوي اللي يربطنا، ما تليق بالولاء اللي يتحمله لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. دول اللي يتخاصمون ويتراشقون بالسلاح هم نفسهم تلقاهم مشايا طريق الأربعين بزيارة سيد الشهداء، يعني أنت من أحدهم يصوب على الآخر هو يصوب على زائر الحسين، وهذه يحتاج لها وقفة مثل ديش الوقفات أشياء اللي صارت من الماضي، هذه يكون تصير من الماضي أيضا وما تصير إلا بقرار علية القوم، من يقررون ماكو سلاح، لا استخدام للسلاح في أي صراع ممنوع، واللي يشيل سلاح نتبرى منه. إذا هاي صارت شيوخ إذا قالوا من يجرأ بعد من أبناء العشائر يشيل سلاح؟ فكرة بس أختلف أركض على سلاح هاي يكون ننساها، هاي يكون خليها ورا ظهرنا، نختلف نجي نقعد نسولف نتحدث من صاحب الحق يتبين ياخذ حقه بالفصولات العشائرية او بالقضاء، هذا وذاك موجود، حل اجتماعي اكو، حل قضائي دولة اكو، سلاح ما نحتاج، ليش سلاح؟ هذه يجب ان ننهيها. حددت رئاسة مجلس النواب موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان في خطوة لحسم هذا الملف. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان أن رئاسة المجلس قررت عقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق 18 من آيار الحالي لانتخاب رئيس مجلس النواب. يشار إلى أن البرلمان أخفق عدة مرات بانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، فيما يتنافس حاليا ثلاثة مرشحين سنة على المنصب وهم سالم العيساوي وقد حصل على 97 صوتا خلال الجلسة الأولى التي عقدت في شهر كانون الثاني الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتا، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد. أعلن تحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي المنصب، أي منصب رئيس مجلس النواب. التحالف دعا في بيان الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة، لافتا إلى أن هذا الترشيح جاء بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية. وكان الإطار والتنسيق أمهل الكتل السياسية السنية في مجلس النواب أسبوعا واحدا لحسم ملف انتخاب رئيس للمجلس، وطالب الإطار التنسيقي الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور منصب رئاسة البرلمان خلال أسبوع، فيما أعلن عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة العام الحالي.
مراقبون من جهتهم رأوا ضرورة حسم ملف رئاسة البرلمان لاستكمال تشريع القوانين المهمة، فيما رأى آخرون أهمية تقديم شخصية غير جدلية وتحظى بالمقبولية للانتهاء من الأزمة. أحمد الزيدي. استثمار فرصة تمديد الفصل التشريعي وتكثيف الحراك السياسي لحسم قضية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب هو ما دعا إليه مراقبون لإخراج البرلمان من أزمة خلو منصب الرئيس، فبقاء البيت التشريعي من دون رئيس فعلي سيعطل تشريع القوانين، لا سيما تلك التي ترتبط بحياة المواطن وعمل الحكومة الخدمية. هنالك استحقاقات لن تمرر بالتأكيد، يعني نعم رغم وجود النائب الأول بما يمتلكه من صلاحيات كثيرة لكنها لن تمرر باعتبارها هذه المسائل مهمة جدا، قد تكون المكونات هي عامل أساسي في تعطيل مثل هذه الاستحقاقات، منها مثلا تمرير جداول الموازنة، هذا مهم جدا يعني أمام مجلس النواب، وبالتأكيد يعني يجب أن يساهم به الجميع، يعني جميع أعضاء مجلس النواب من كل المكونات. لا سبيل أمام القوى السنية إلا الاتفاق على ترشيح شخصية غير جدلية لسرعة التصويت عليها، فالتزمت بالمواقف والمصالح الشخصية الضيقة سيدفع القوى السياسية الأخرى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاختيار من يمثل منصب الرئيس، لا سيما بعد إعلان الإطار التنسيقي عن موقفه لإنهاء هذه القضية خلال هذا الشهر. وإذا أرادوا أن يتخطوا هذه الأزمة لابد أن يكون أولا شخصية متفق عليها ليس عليها إشكاليات وشبهات انتماها إلى النظام السابق أو تحيزها الطائفي بشكل كبير، كل هذه المعايير لابد أن تكون حاضرة حتى يكون هناك انفراج لهذه الأزمة. وينتظر من القوى السنية الإسراع بحسم مرشحهم لمنصب رئيس البرلمان لتفعيل الأدوار الحقيقية للمؤسسة التشريعية وإنجاز القوانين التي من شأنها أن تدعم العمل الحكومي في تطبيق برنامجها الخدمي، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار الرقابية لمجلس النواب. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. أعلنت وزارة التجارة تسويق أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة حتى الآن. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حيدر القرعاوي، قال أن الشركة تمكنت حتى الآن من تسويق أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان. وأضاف أن عملية التسويق مستمرة وبوتيرة متصاعدة لافتا، إلى أن مراكز التسويق جاهزة لاستقبال كميات الحنطة المسوقة مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بذلك. في الأثناء كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون عن اقتراب وصول الكميات المسوقة من الحنطة إلى 8 ملايين طن مع 2 مليون طن من الخزين من العام الماضي. وأكد حنون أن هذه الكميات تحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة المحلية، كما يؤشر على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الزراعة. وقال أن العراق يكاد يكون البلد الأول في المنطقة من حيث المطاحن الأهلية والحكومية كاشفا عن وجود 320 مطحنة أهلية حديثة من مناشئة بريطانية وتركية و20 مطحنة حكومية تعمل جميعها ضمن نظام البطاقة التموينية كذلك. التحول الرقمي من الخطوات المهمة التي تسلكها الحكومة والتي دشنتها وزارة التجارة عبر المباشرة بتسليم المواطنين البطاقات التموينية الإلكترونية للحد من الفساد والتلاعب، وسط مطالبات شعبية بأهمية تحسين المفردات مع اتخاذ الإجراءات. حسين ياسين.
خطوات مهمة ما تزال تسلكها الحكومة نحو التحول الرقمي في شتى المجالات، وبضمنها الإجراءات التي تواصل وزارة التجارة تطبيقها لتتلائم مع هذا التوجه، عن طريق العمل على تسليم المواطنين البطاقة التموينية الإلكترونية كونها من الوسائل المهمة التي ستحد من حالات الفساد والتلاعب وضمان حقوق كافة شرائح المجتمع. فيما يخص أتمتة البطاقة التموينية، اليوم قطعنا شوط كبير في محافظات، أنجزنا محافظات السماوة ومحافظة النجف الأشرف ومحافظة كربلاء المقدسة ومحافظة توك ومحافظة كركوك وجانب الكرخ من بغداد، ما يقارب بحدود 11,600,000 فرد تم تحديث بياناتهم، وحقيقة الآن تعد خطة كاملة للتحول الإلكتروني في بقية المحافظات. ومع أهمية هذا المشروع، إلا أن الأهم من ذلك حسب مواطنين تحسين مفردات البطاقة التموينية والسعي لأن تستهدف مختلف الشرائح وبالأخص الطبقات الفقيرة التي تعتمد عليها لسد حاجتها في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية في السوق المحلية. لا شك أن العالم يتجه إلى الحوكمة الإلكترونية في ظل هذا التطور الحاصل، كما هو الحال في وزارة التجارة. اليوم وزارة التجارة تحذو حذوها بالطريقة الصحيحة، وهو إصدار بطاقة إلكترونية، وهذه بها منفعة للمواطنين جميعا. المواطنين يطالبون بالاهتمام بمفردات البطاقة التموينية. يعني بالفترة الأخيرة لاحظنا أنه صعود بالدولار، هذا الصعود أثر أكيد على المواد الغذائية والمواد الأخرى الموجودة بالسوق، بخصوص المواد الأساسية. فإحنا نعول على البطاقة التموينية الموجودة حاليا ومواد البطاقة التموينية حتى المواطن الطبقة الفقيرة الطبقة المتوسطة يعني يقدر يعيش. فيما أكدت مصادر حكومية استمرار المساعي الحكومية لزيادة عدد مفردات السلة الغذائية من خلال التخصيصات المالية التي منحت لوزارة التجارة والحركة التطويرية التي يسجلها الاقتصاد الوطني. بالتوازي مع هذه المعطيات، أكدت التجارة أن اهتمام الحكومة بملفها قد أنعش خزينة استراتيجي، والذي سيسهم في توفير جميع مفردات البطاقة التموينية وعدم التأثر بأي متغير. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أعلنت وزارة التجارة إطلاق عمليات رفع الحجب بجانب الرصافة واعتبارا من 7 من آيار الجاري، فيما حددت الغرامة المالية لفقدان البطاقة التموينية. وقالت الوزارة أنها باشرت بعمليات رفع الحجب وبجميع أنواعه لجانب الرصافة في بغداد، المتضمن رفع حجب الدخول العالي والحجب المؤقت، وذلك بعد ترويج المعاملة في الفرع أصوليا. ونوه البيان إلى أن ما يخص جانب الكرخ، فإن رفع الحجب يشمل فقط العوائل التي تقوم بتحديث بطاقاتها التموينية الإلكترونية. وأردف أنه من أجل تبسيط الإجراءات ورفع العبء عن كاهل المواطنين في حالة فقدان العوائل البطاقة التموينية الإلكترونية، تم التوجيه بعدم المطالبة بتأييد السكن بسبب إلغاء المجالس المحلية والاكتفاء بتقديم تعهد خطي من قبل المواطن بالفقدان مع دفع وصل غرامة مقداره 10,000 دينار. ومع وفرة المحاصيل في موسم هذا العام، تربعت صلاح الدين على عرش أكثر المحافظات إنتاجا للمحاصيل الزراعية لهذا العام، وسط إشادات بالدعم الحكومي في إنعاش الزراعة. جميل الغزالي. المزارعون وهم ينعمون بوفرة الأمطار هذا العام وما نتج عنها من زراعة مثالية، دفعهم بمطالبة الحكومة باستثمار هذه الأمطار واستخدامها في موسم الانخفاض لمناسيب المياه. نعاني سنويا من شحة المياه، وبالأخص في فصل الصيف في شدة ارتفاع درجات الحرارة، بالأخص في شهر 7 و8 تبدأ شحة المياه. مع العلم احنا يمتلك العراق مياه جوفية هائلة،
جاي يشوفون هاي السنة أمطار غزيرة جدا، فيا ريت بأن يهيئون بحيرات حتى لو بحيرات اصطناعية يتم حفرها من أجل خزن هذه الموارد المائية التي تعتبر ثروة للبلاد. حكومة المحافظة أكدوا سيرهم على الخطط التي أقرها مجلس الوزراء في رفع التجاوزات عن المياه ووضع الخطط الأولية لاستثمار الأمطار والسيول التي تصيب العراق بشكل شبه مستمر. كانت هناك وضع خطة استراتيجية بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، وكذلك تم دراسة هذه الحفاظ على المياه، كل هذه المياه هي تعتبر فرصة ثمينة لوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية من أجل إعطاء الحصة المائية لكل المزارعين بالإضافة إلى مياه الشرب. بالحقيقة سوف يكون هناك توجه من قبل دولة رئيس الوزراء ووزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة الحفاظ على هذه المياه، وإن شاء الله سوف يتم إنشاء بعض البحيرات بعض السدود من أجل الحفاظ على هذه الكمية الماء لتستخدم في السنوات القادمة إن شاء الله. ربيع مستمر تشهده المناطق الزراعية بسبب استمرار هطول أمطار الخير. سماء مثقلة بالمياه وأرض تحتاج إلى قطرة منها في معظم أوقات العام، وعلى إثرها جاءت مطالبة المزارعون في محافظة صلاح الدين إلى المعنيين بالشأن باستثمار هذه الخيرات وتحويلها إلى عنصر إيجابي يسهم في ديمومة الخضار في ربوع مزارعهم. للفرات جميل الغزالي، محافظة صلاح الدين. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.